حسيت ان نداء الوطن هو تماشيا مع روح المبادرة اللي كتميز بها جمعية العالمي في العديد من المناسبات الدينية. ارتأت الجمعية انها تنظم هذه المبادرة في هذه الايام على اثر هذه الجائحة الحرجة اللي كتمر بها البلاد ديالنا، وبالمساعدة بطبيعة الحال من العديد ديال ابناء السلطات الاوفياء سواء من داخل او من خارج المدينة. هذه العملية هذه غادي نقوم بها على مراحل. المرحلة الأولى إن شاء الله غادي نقوم بتوزيع 100 قفة اليوم، ابتداء من اليوم إن شاء الله ونكمل غدا. والعملية والمرحلة الثالثة إن شاء الله غتكون في النص ديال شهر رمضان، غادي نقوم بتوزيع 60 قفة. بالنسبة لعملية التصوير، فهذاك التصوير حنا بالنسبة لنا أنه كيحرج الناس وكيأدي المشاعر ديالهم، فحفظا لكرامة الناس، وهذه بالنسبة لي مسألة أخلاقية. فإذا بغيت عاون شي حد فما كاين لاش غادي نصوره. فاحنا هذا العام إن شاء الله الجمعية ديالنا ارتأت أننا ممنوع التصوير بتاتا. دابا صورنا هاد الشيء هنايا، وكنتمنى بأن هاد البادرة اللي درنا حنا يديروها جمعيات أخرين وناس أخرين، لأن هاد الجائحة اللي كتمر بها البلاد ديالنا دابا ماشي سهلة، لأن هاد الجائحة هادي جائحة ماشي سهلة، وهذا ظرف صعيب كتمر به البلاد ديالنا. وكنتمنى من هاد المنبر شفاء جميع المصابين، والله يحفظنا ويحفظ البلاد ديالنا من هاد الوباء. كجمعية ما يمكنش نوصلوا بزاف الناس، فهذا الفيديو هذا بالنسبة لنا فيديو تحفيزي وتشجيعي لجمعيات أخرين أنهم يعاونونا ويعاونوا عود هاد الناس اللي مازالين إحنا ما وصلناش لهم. فكنتمنى أن الناس اللي ما وصلناش لهم يقدروا يوصلوا لهم ناس أخرين، وكنتمنى أن الناس يزيدوا يتطوعوا باش يعاونوا الناس، لأن هاد الجائحة هي جائحة كبيرة بزاف. من أساسيات الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية العالمي هي الأعمال الخيرية، ومحاولة وكنزيد نشدد على محاولة إعالة بعض العائلات اللي هي محتاجة، وإطر هذه الجائحة اللي ضربت بلادنا. وقبول شهر رمضان الكريم الله يدخلوا علينا في الصحة والسلامة وعلى جميع المسلمين يا ربي، ويشافي المرضى ديالنا. كنحاولوا بأننا نمدوا يد المساعدة لبعض العائلات اللي ضرات بشكل مباشر، اللي منهم الناس اللي هما مخدامينش، منهم الناس اللي خرجوا من الخدمه. الحمد لله حنايا في بلادنا باقي متميزين بروح التكافل ومبادرات الجمعويه اللي كنشوفوها بزاف ديال الجمعيات. الحمد لله حنايا كجمعيه العالمي ارتئينا بان هاد المساعده تكون دابا غنبداو بتوزيع 100 قفة اللي غتبدا من اليوم وغدا ان شاء الله، وغادي تستمر لغاية نصف من رمضان إن شاء الله، اللي غادي يتم التوزيع ديال تقريبا 60 قفة أخرى على الناس اللي محتاجين. وكنطلب يا ربي الله يسهل على الجميع، والله يشافي المرضى، والله يحفظ بلادنا ويحفظ جميع المسلمين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.